سجلت الأسواق العراقية ارتفاعاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي صباح اليوم الخميس في العاصمة بغداد، ومع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد، حيث سجل سعر الصرف 153 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 152 ألف و600 دينار لكل 100 دولار. وارتفعت أسعار البيع كذلك في محال الصيرفة وبالأسواق المحلية في محافظة بغداد، وبلغ سعر البيع 154 ألف دينار، بينما بلغ الشراء 152 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة السوق. هذا الخبر تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد كبير من المنصات والمواقع الإخبارية، نتابعها معكم في ترند. أميديا نيوز كتبت: بورصة الدولار تنخفض في بغداد قليلا وتستقر في أربيل.